إعداد، ماذا تلاحظون في الصورة؟ قرد، نعم. بماذا تبتدئ هذه الكلمة؟ قي، نعم، حرف القاف. سأقرأ عليكم هذه الكلمات: قلم، لقلاق، برقوق. ماذا تلاحظون في هذه الكلمات؟ نعم، كل هذه الكلمات تتضمن حرف القاف. سنقوم الآن بعزل حرف القاف في هذه الكلمات. قلم، نعم، حرف القاف في أول الكلمة. ق، لقلاق في وسط الكلمة. قن في آخر الكلمة. برقوق، قو في وسط الكلمة. قن في آخر الكلمة. ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ فيل، جيد. بماذا تبتدئ هذه الكلمة؟ في، نعم، حرف الفاء. سأقرأ عليكم هذه الكلمات: فلفل، فأس، رفوف. ماذا تلاحظون في هذه الكلمات؟ جيد، كلها تتضمن حرف الفاء. سنقوم الآن بعزل حرف الفاء. فو، فلفل في أول الكلمة. فو، فلفل في وسط الكلمة. ف، فأس في أول الكلمة. فو، رفوف في وسط الكلمة. ثم فن في آخر الكلمة. كما تلاحظون، فإن مسار كتابة حرف القاف وحرف الفاء متشابهين ما عدا في آخر الكلمة، حيث ننزل في حرف القاف بسطر عكس حرف الفاء الذي يكتب على السطر. ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ سمكة، جيد. بماذا تبتدئ هذه الكلمة؟ س، نعم، حرف السين. سأقرأ عليكم هذه الكلمات: سرير، مسمار، شمس. ماذا تلاحظون في هذه الكلمات؟ نعم، كل هذه الكلمات تتضمن حرف السين. سنقوم الآن بعزل حرف السين. س، إذن هي الأولى في سرير. س في وسط مسمار. س في آخر شمس. وماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ شمس، نعم، شمس. بماذا تبتدئ هذه الكلمة؟ ش، نعم، حرف الشين. سنقرأ هذه الكلمات: مشمش، شبل، طربوش. ماذا تلاحظون في هذه الكلمات؟ أحسنتم، كل هذه الكلمات تتضمن حرف الشين. سنقوم الآن بعزل حرف الشين. ش في وسط مشمش. شن في آخر كلمة مشمش. شي في أول كلمة شبل. شن في
في آخر كلمة طربوش. تذكير: لاحظوا معي الآن مسار كتابة الحروف التي رأيناها: الفاء والقاف والشين والسين. لابد من الانتباه إلى مسار كتابة حرف الفاء والقاف، فهما متشابهين. الاختلاف الوحيد هو في القاف حين تكون في آخر الكلمة مع حرف الفاء، فحرف القاف ننزل بسطر وحرف الفاء لا ننزل بسطر. هذا هو الاختلاف الوحيد. بالنسبة لحرف الشين وحرف السين فهما متشابهين، الاختلاف الوحيد هو النقط، ويجب الانتباه إلى المسافة الفاصلة بين السن الأولى والثانية حيث تكون قصيرة، أما السن الثالثة فهي تكون بعيدة عن السن الثانية. الإنجاز: سأقرأ عليكم هذه المقاطع: قي، ق، فن، فو، سن، سي، ش، شن. خذوا الألواح، سأملي عليكم بعضا منها. اكتبوا: قي، قي، فن، فن، سي، سي، شن، شن. خذوا الدفاتر، اكتبوا التاريخ، الخط، ألاحظ وأكتب. سأقرأ عليكم هذه المقاطع: ق، قن، فين، سين، ش. ستقومون الآن بكتابة كل نموذج 4 مرات. الحصة الثانية: خط حروف الدرس ضمن كلمات.
شكرا على حسن انتباهكم. سؤال: كم عدد أيامي الأسبوع؟ صحيح، عدد أيام الأسبوع 7، نتذكرها بالترتيب. نعم، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، وأخيرا الأحد. صحيح. إذن نمر إلى الأنشطة التقويمية. أنجز الأنشطة التقويمية التالية. ألاحظوا التمرين الأول: اشتريت كرة ب15 درهما وسيارة ب26 درهما. إذن ما هو المبلغ الذي ستؤديه للبائع؟ إذن لدينا كرة ثمنها 15 درهما وسيارة ثمنها 26 درهما، فما هو المبلغ الذي ستؤديه للبائع؟ ستقوم بإنجاز العملية على دفترك. نعم، دون أن تنسى الوضع الصحيح. جيد، إذن بعد إنجاز التمرين سنقوم بالتصحيح. نذكر بداية بالمعطيات: ثمن الكرة هو 15 درهما وثمن السيارة هو 26 درهما. العملية هي كالتالي: 15 زائد 26. نعم، تتمم إنجاز العملية. نعم، لدينا 15 زائد 26. أجمع رقمي الوحدات 5 زائد 6 تساوي 11. أكتب 1 وأحتفظ ب10 في خانة العشرات، ثم 1 زائد 2 وأضيف العدد المحتفظ به نحصل على 4. إذن النتيجة النهائية هي 41. جيد، نمر الآن إلى التمرين الثاني. على دفترك احسب مجموع العددين 37 زائد 46. نعم، ستضع أولا العملية وستنجزها على دفترك. نعم، جيد. إذن سنقوم بحساب المجموع، وذلك باتباع الطريقة الأولى التالية. نعم، لاحظ معي الطريقة الأولى التي سبق وأن تعرفنا عليها في حصص سابقة: 46 زائد 37. نقوم بتفكيك العدد 37، لدينا 4 زائد 33، ثم نمر للإنجاز: 46 زائد 4 يساوي 50. صحيح، نأخذ العدد 50 ثم نضيف 33. 50 زائد 33 فيساوي العدد النهائي وهو 83، وهي النتيجة النهائية. نمر الآن إلى الطريقة الثانية، وهي الطريقة المعتمدة. لدينا جدول العد، الوحدات والعشرات، فنضع الأعداد داخل هذا الجدول: 46 زائد 37. نجمع أولا أرقام الوحدات: 6 زائد 7 يساوي 13. أكتب 3 وأحتفظ ب10 في خانة العشرات، ثم أجمع رقمي العشرات: 4 زائد 3، ثم أضيف العدد المحتفظ به 1، فنحصل على النتيجة: نعم، 8. إذن النتيجة النهائية هي 83. صحيح. نمر الآن إلى التمرين الثالث حول الزمان. ألاحظ أشهر السنة الميلادية وأرتبها بالتسلسل على دفتري. إذن لدينا الأشهر غير مرتبة: أبريل، يونيو، أكتوبر، ماي، يناير، مارس، شتنبر، نوفمبر، غشت، دجنبر، فبراير،
وأخيرا يوليوز، هذه الأشهر غير مرتبة، سنقوم بترتيبها حسب تسلسلها الزمني. أشهر السنة الميلادية مرتبة هي يناير، نعم، فبراير، نعم، مارس، صحيح، أبريل، جيد، ماي، يونيو، يوليوز، صحيح، أغشت، نعم، شتنبر، أكتوبر، ثم نوفمبر، صحيح، وأخيرا، نعم، جيد، دجنبر. إذن وعددها 12 شهرا، صحيح. نمر إلى التمرين الرابع. أحدد عدد أيام الشهور التالية. إذن تعرفنا سابقا على أن عدد أيام الشهور يتراوح بين 31 يوما أو 30 يوما، أو شهر واحد 28 أو 29 يوما. نلاحظ الأشهر، إذن لدينا يناير، صحيح، عدد أيام الشهر هو أو هي 31، فبراير 28 أو 29 يوما، ثم مارس 31 يوما، أبريل 30 يوما، ماي 31 يوما، يونيو 30 يوما، يوليوز 31 يوما، غشت 31، شتنبر 30، أكتوبر 31، نوفمبر 30، وأخيرا دجنبر 31. لابد أنك استعنت بطريقة قبضة اليد لتعرف عدد أشهر أو عدد أيام كل شهر، صحيح، جيد. التمرين الخامس لدينا أكمل. نلاحظ أن الخانات التالية تحتوي على مجموعة من كلمات: البارحة، اليوم، غدا. إذن لدينا خانات البارحة، اليوم، ثم غدا. لدينا الأيام التالية: الثلاثاء، ثم الأربعاء، ثم لدينا السبت. إذن إذا كان أمس هو يوم الثلاثاء البارحة، فماذا سيكون اليوم؟ إذن أمس هو يوم الثلاثاء، واليوم هو يوم، نعم، الأربعاء. واليوم الذي يأتي بعد يوم الأربعاء غدا سيكون هو يوم الخميس، جيد. نلاحظ السبت، إذا كان اليوم هو يوم السبت، فماذا سيكون البارحة، الأمس، قبل يوم السبت، الجمعة، صحيح، وبعد يوم السبت غدا الأحد. نمر إلى الأربعاء، الأربعاء غدا، فماذا سيكون اليوم؟ نعم، إذا كان الغد هو يوم الأربعاء، فاليوم هو يوم الثلاثاء، وقبل اليوم، اليوم الذي يأتي قبل يوم الثلاثاء هو البارحة، يعني يوم الاثنين، صحيح. إذن قمنا بتعبئة الخانات حسب تسلسل الأيام. إذن جيد، وبالتوفيق لكم جميعا بحول الله، وإلى موعد لاحق إن شاء الله مع حصص جديدة بحول الله.